هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصلى بصلاته إلى يوم الدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أجيبتوتك إنك خير دا. الحمد لله رب العالمين. بجرات سنين جدا إن شاء الله كم بيك كم بروم سكينك أرى أذكار سجودات أذكار سجودة كيسا تصلاة الليليت صلاة الليل كيسة النبي كينا عليه الصلاة والسلام يرو صلاة سجود إساء كيسة ذكري تنجد ذكري أغرتني سدت درسي كينا سدت تفا في سغلفا في كرنفا في كرتو كفا درسي كنا لما فاك أما كان أما كان دوبا كنين كيسة ون نبي جلو ليل كيسة جد جن ذكري وانتنا تكي يدعى وانتنا نبي كينا عليه الصلاة والسلام يرو كم جدا يرو ليلي صلاة ليلي صلاة سيود إساء الرت جدا ويتا سيود كالاتش لفانتوك تاكي يو أغرتني أد إساء لفانتوك يرو سن جدا ميا كم جدا كنو أكنا جدا رجيب فدا. اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أكنجل رندي بأه. اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رندي بأه. اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رندي بأه. اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رندي بأه. اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الرندي بأه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما الجيش معنى نساء معنى نساء كندو بهيك نساء. اللهم إني أعوذ برداك من سخطك اللهم إني أعوذ اللهم يا الله يا ربي كي يجتا يا الله كي إني أنين كني أعوذ ننتي فما برداك جال لكي تنتي فما ما لرى من سخطك دلنسوك يترى دلنسوك يترى جال لكي تنتي فما وأعوذ ننتي فما بمعافاتك نجاه نقولوك تنتي فما من عقوبتك بلا كيترة عقوبة كيترة بلا أتنمت بوت بلا كيترة ربي بلا يونما دربتك أكا قومي أسين درا هلاك تنم هلاك عقوبة كيترة كتاتا كيترة نجاه نقولوك تنتي فما وأعوذ ننتي فما بك سئيك ننتي فما منك سرة سمان سرة تي فما
namni biraa kasirraa na eegu hin jiru, atummaan ofirraa na eegi jechuu bar. Wa a'uudhu nin tiifama, bika siin tiifama, min kasirraa. Ajaa'ib! Laa ahasii sanaa'an alayka, lakkaahee hin fixu faaruu sirratti taate. Anta kamaa asneyta alaa nafsika, ati akkuma faarsitetti agartee tahaadha alaa nafsika lubbuu keetirratti. Faaruu kee allakkaahee hin fixu, akkuma ati ofirratti laakkoytetti siif tahaadha yaa rabbii kiyya. Akkuma ati uf faarsitetti siif tahaadha, dhugaadha wanni ati ofiin faarsite sun cuftuu jechuu. Ani lakkaahee fixuu hin danda'u jedhe. Gabrichi akkana jedhee rabbii kadhachuu jira yeroo suyuuda isaa keessatti akkana jedhu jechuu. Qabadhaa duuba yaa obboleewwan kiyya. Randeebi'a taraa takka. Allaahumma innii a'uudhu biridaaka min sakhatika. Wa a'uudhu bimu'aafaatika min uquubatika. Wa a'uudhu bika minka. Laa ahsii sanaa'an alayka anta kamaa asneyta alaa nafsika. Akkana jedha nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam yeroo salaata isaa kaleeyliidha. Salaatu suyuuda keessatti nabi Muhammad akkana jedha. Kanaafuu suyuuda keessatti yeroo leeylii halkan kaatanii salaattan abbaan rabbi laaffiseef du'aayiwwan tanaan darsii keenna ka 8ffaa, ka 9ffaa, ka 10ffaa, ka 11ffaa, 12ffaa salaata leeylii keessatti itti fayyadamtan jechuu. Du'aayi yeroo biraallee jechuu dandeettan. Yeroo biraallee jechuu dandeettani du'aayi rabbi ittiin kadhatanii duuba jabaadhaa rabbii keessan ittiin kadhadhaa rabbi ittiin dhihaadhaa akka milkooytan taha'a. Waliifillee daddabarsa'a. Uf callaa ittiin fayyadamina. Obboleewwan keessaniin gaha abbaan rabbi irraa milkeessa akka irraa milkaa'u. Warabbii kana waliif facaasa. Jazaakumullaahu khayran. Baarakallaahu fiikum.